من الصعب جدا أن نبدأ هذه الجلسة دون أن نؤكد بإيجاب على إدانتنا وعلى عرفنا وعلى استنكارنا لما يحدث بفلسطين. ومن الضروري اليوم أن نقول بصوت واحد وأن نوسع أقصى ما يمكن من درجة ودائرة أعمالنا التضامنية وأعمالنا الترافعية من أجل إيقاف هذه الحرب القادرة على فلسطين وعلى شعب فلسطين، ومن أجل التصدي للعدوان الصهيوني الغاشم الإجرامي على شعب فلسطين بدراعته حق الدفاع عن النفس. وكان حق الدفاع عن النفس يبيح لإسرائيل قتل الأطفال والنساء والشيوخ والوصول إلى قصف مستشفى بما كان يحميه من مرضى وأطباء ومدنيين بالآلاف في جوانب هذا المستشفى. واليوم هناك محاولة منذ الأمس بالواقع من قبل آلاف الدعاية الصهيونية من أجل التبرع من هذا العمل الشائع. ولذلك علينا اليوم حقيقة أن نؤكد مجددا كما فعلنا في حزب التنظيم المشترك كما فعلته قوى مدنية وسياسية أخرى كما عبر عن ذلك الشعب المغربي بحاجات مختلفة، علينا أن نكون في مستوى المحضة وأن نواجه هذا الوضع وأن نطلب كما قلت إيقاف هذه الحرب القادرة و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المواد الغذائية والوقود والأدوية وغير ذلك من المواد من أجل عتاق آلاف عشرات الآلاف بل ربما مليوني مواطن ومواطنة فلسطيني وفلسطينية يوجدون اليوم في أوضاع متساوية